الناس، انطلاقة الهدف ليفاندوفسكي والتلقي الإدارة الإشارة ليفاندوفسكي يصادف جول 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 ليفاندوفسكي كعادته من علامة الجزاء يفتتح باب التهديف عن أدرخت بينما كرة لكيميتش كيميتش العرضية جول 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 تياغو ألكانتارا من أين انسل تياغو ألكانتارا من أين ظهر تياغو ألكانتارا هذه الإعادة مرة دي عن أدرخت بينما كرة لكيميتش كيميتش العرضية جول 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 تياغو ألكانتارا من أين انسل تياغو ألكانتارا من أين ظهر تياغو ألكانتارا هذه الإعادة مرتين يتقدم والروبن يطلبها خطيرة هدف من لمسة مدافع لم يكن في الوضعية التسلل هل كان متسلل كيميتش هل كان متسلل كيميتش هنا كاتينج يتقدم والروبن يطلبها خطيرة جول ثالث للبافاري هدف من لمسة مدافع يكون في الوضعية التسلل هل كان متسلل كيميتش هل كان متسلل كيميتش هناك